شهدت مدينة إدلب ازديادا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما أدى لتأجيل انطلاقة العام الدراسي الجديد حرصا على سلامة الطلاب ومنعا لتفشي الفيروس بينهم. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف وزير التربية والتعليم في مدينة إدلب الدكتور بسام صهيوني. بداية مرحبا بك دكتور بسام، وأشكرك على انضمامك معنا عبر نشرتنا الإخبارية. يا اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياك الله دكتور. ندخل في الموضوع مباشرة وأسألك في ظل تفشي الفيروس في إدلب، هل من الوارد أن يتم تأجيل افتتاح المدارس مرة أخرى؟ لا، ليس هناك أي وارد في تأجيل المدارس. نحن أخذنا الاحتياطات اللازمة بعدة إجراءات، أولها فرض اللقاح على جميع العاملين في سلك التربية من مدرسين وإداريين ومستخدمين، والإلزام التواتر وطلاب ارتداء الكمامات والتعقيم. نعم دكتور، يعني أنت ذكرت لي في جوابك على السؤال الأول ليس من الوارد أن يتم تأجيل افتتاح المدارس، إن كان هذا هو أمر يتطلب في الأيام القادمة، هل من الممكن أن يتعلم الطلاب عن بعد كخطة بديلة في ظل انتشار الفيروس وتأجيل العام الدراسي الجديد؟ كخطة بديلة لدينا تجربة السنة الماضية، إذا كان هناك بالفعل حالات تحصل في بعض المدارس، اكتشفنا وجود حالات، فممكن أن يكون هناك تخفيض للدوام وليس تأجيل. هناك يعني الخطة البديلة هي تقليل عدد الطلاب وتقليل عدد الساعات، يعني نقسم طلاب الشعب الواحد إلى قسمين، كل قسم يتلقى التعليم منفردا عن الآخر، مثلا هذا ساعتين ونصف والآخر ساعتين ونصف للمواد الأساسية. الحقيقة لأن إغلاق مدارس بشكل كلي يتسبب بكارثة تعليمية، رأينا السنة الماضية والتي قبلها كيف أثر إغلاق المدارس على دول هي بالأصل دول منظومة التعليم فيها جيدة، مع ذلك كان الإغلاق التام للمدارس حلا غير ناجح و تسبب في كوارث تعليمية. الآن في تركيا المدارس كلها مفتوحة، لا يوجد أي إغلاق، لا يوجد أي تخفيض للدوام، دوام كامل من الصباح حتى الساعة الخامسة، من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا. ففكرة إلغاء الدوام لا تكون إلا في الحالات الطارئة جدا، حالة منطقة موبوءة. في هذه الحالة إذا كانت المنطقة موبوءة ممكن أن نغلق المدارس فيها حتى إشعار آخر، حتى يعني تكسر حدة ذروة انتشار المرض. أما على مستوى المحرر لا يمكن إغلاق المدارس فقط مع وجود بقية مظاهر الحياة بالزحام الموجود في الأسواق وفي المطاعم وفي الأماكن الأخرى. في الحقيقة العملية التعليمية ينبغي أن تستمر مع الأخذ بالعلاج الناجح الذي وجدنا أن تجارب الدول الحديثة، تجارب الدول الآن المتقدمة المتطورة طبيا اتجهت إلى اللقاح، لم تتجه إلى الإغلاق. الآن تركيا هي أكبر مثال لنا كبلد مجاور، فتحت المدارس فيها بشكل كامل لكن هناك إلزام باللقاح، ونحن نحذو حذو هذه التجربة الناجحة حفاظا على إيصال التعليم للجيل، طبعا مع الحفاظ على الصحة الكاملة التي هي متطلب أساسي، فنحافظ على الأمرين معا ولا نتوهم بأن الدوام سيؤدي إلى تفشي الأمراض وزياد هذه الجائحة. فالدول حاولت الإغلاق لكن الإغلاق في الحقيقة ليس حلا ناجحا، وما اتجهت جميع الدول إلى أخذ اللقاح وبعدها استمرار الحياة الطبيعية. فنحن نشجع على أخذ اللقاح بشكل كبير. طبعا قلنا بالنسبة لجميع المنشآت التعليمية، المدارس العامة والخاصة والمعاهد ومخابر والمدارس الخاصة، كلها تلزم بأخذ اللقاح بدون استثناء. نعم دكتور، وأنت وزير التربية والتعليم في مدينة إدلب، من الواضح من حديثك بأن هناك أكثر من خطة ورؤية مستقبلية لكافة الحالات في ظل انتشار الفيروس. سؤالي الأخير لك دكتور، ما هي الإجراءات الوقائية التي ستتبع في المدارس للوقاية من الفيروس؟ الآن عندنا عدة إجراءات، أولها تعقيم المدارس
توجهت فرق الدفاع المدني تعقيب المدارس. بالفعل أنا منذ قليل رأيت يعني فريق من فرق الدفاع المدني يقوم بتنظيم المدارس بوضع المياه في المدارس، وكذلك ارتداء الكمامة واستخدام المعقمات. هذه كإجراءات أساسية كما قلنا، بالإضافة إلى أن يلتزم جميع المدرسين والعاملين في السلك الإداري أو حتى الخدمي للتربية باللقاح المتوفر لدينا الآن في مديرية الصحة. وزير التربية والتعليم في مدينة إدلب الدكتور بسام صهيوني، شكرا جزيلا.